دورتي الله يرضى عليك، لبين ما انا فوت طب الاوضه انت اشطفي هون ومفوت انا وياك بنجهز الطبخه. تكرم عيونك. الله يكرمك. اخ 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 قلبي اخ راسي. لك شوفي شو صار. اخ لك شوفي شو صار معي. ما بعرف شو صار لي راسي. طب راسي عم يفتل ضيقه كثير. قومي. لا لا اتركيني لا تلاقيني. طيب يلا رح اجيب لك كاسه مي. قولي يا الله شو تعبانه. امسكي اشربي لك شويه مي. تقبريني يا حضرتي. ايش كثير تعبانه كثير. طيب تعي لفوتك على الاوضه. تعالي يا ريت بركي بترتاحي. تعالي قومي. الله الله يلا تعالي. كمان اليوم وجع راسها وداخد شوي. طول بالك يا عمي الله يعافيها. لا الحاله ما عاد تتحمل. راي اجيب لها حكيم. انا مالي مريضه لتجيب لي الحكيم ابن عمي. لكن تعبك شو بتسميه؟ التعب مو من المرض ابن عمي. لكن من ايه؟ انا معمل لي عمل وسحر اسود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لطيف الله يجيرنا. قد ما تمسكنتي وعملتي حالك مو تبع هاي الشغلات لك. انا كاشفتك وكشفت شو عامله فيني. شو عامله؟ كتبتي لي كتيبه مشان امرض وابن عمي يكرهني ويطلقني. يا لطيف انا تبع هاي الشغلات هاي؟ يا حرام فكرتيني ما بعرف انت شو بتغاري مني لاني اصغر منك. رانيا عم بتسكتني؟ روح سكتها الها هي اللي عملت لي كتيبه مشان ما احبل. والله العظيم ما بعرف على شو عم تحكي. ليش عم تتبليني الله يسامحك؟ انت وحده كذابه. رانيا ما بدي اسمع ولا كلمه. هالحكي الفاضي كله ما بدي اسمعه. فوتي لجوا. امرك ابن عمي. يلا تفضلي. هدول الحجابات السحر اللي طلبتيهم مني. كتر خيرك يا شيخي. وهذا الحجاب الأخضر كتبته مثل ما قلتي لي بالضبط. وهذا لجوزك. ايوه. ايه بس بدك تحطيه بقلب المشاية تبعه. ضروري بقلب مشايته؟ ايه ضروري كتير. لأنه إذا حدا دعس على هذا السحر غيره بيبطل السحر اللي فيه. شو كتبت اللي بقلبها أبو طبلي؟ يا عارف مندور مثل ما قلتي لي وأزود كمان. يعني بفهم منك رح أخلص من ضرتي وولادها؟ أنت ساوي هاللي قلت لك عليه وخلال أسبوع أو 10 أيام رح تلاقي ضرتك هي وولادها مطلقة وبالشارع. الله يسمع منك ويخلصني من ضرتي وولادها يلي بكرهن كره العمر. رح تخلصي يا حلوة رح تخلصي. وقتها إلك مني أحلى حلوان. وأنا ناطر على أحر من الشمر. تفضل هيك بيكون خلص حسابنا. لا هالمرة رح بقبل. أما تاني مرة بدي أكتر من هيك بكتير. فهمتي علي ما؟ تكرم عينك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحمة شو جاب رانيا لبيت الدجال؟ لك الله لا يوفقك يا ساحرة يا شرني. لك عيب عليكي عيب عليكي رانيا عن جد عيب عليكي. فعلا طبعا عيب علي. الحكي معك لأنه ما بيفيد. بالله شو هالحكي؟ مشان الله يا ابن عمي مشان الله. شو بكون ليش اصواتكم طالعه على برا؟ ليش؟ لانه الحقائق انكشفت. شو قصدي؟ لما قلت لك هي الشيطانه عملت لي عمل مشان ضل مرضانه وما احبال وانت تكرهني وتطلقني ما صدقتني. هلا رح فرجيك بعينك. ابن عمي مو طول عمرك بتعرفني والله العظيم ماني عامله شيء. هلا شو؟ يا صلي على النبي والله العظيم يعني ما بعرف. تفضل شوف ابن عمي شوف شو حاطط لي. شو ها؟ هذا سحر عاملته ضرتي. لك شو هالحكي؟ لا صلي على النبي ابن عمي. لك اذا مو مصدقني افتحه شوف شو في جواته. لك
لك شو هاد؟ هلا انا بعرف انه انت ما رح تعرف تقرا شو في جواتها لانه ما في غيرها، هي شيطانه والشياطين اللي عملوه هن بيعرفوا يقروا. والله العظيم بريئه. الله يسامحك. معقول انت نهله تطلعي بنت حرام لهالدرجه؟ لك يا بنت 60 حرام بدك تقضي على رجولتي بالحرام؟ نهله ولي ضبي بقشتك، ما بدي اشوف وشك. يلا ضبي بقشتك وندعمي وشي. يلا الله يغضب عليك. يلا لكن ندعي الله ينتقم مني، بشكيكي لا احكم الحاكمي. بدك تقضي على رجولتي يا بنت الحرام. اهلين اختي ام شمس، الحريم جوا، تفضلي. انا مالي جاي عند الحريم، انا جاي احكي معك موضوع. موضوع شو خير؟ انا بعرف اللي صار مع ام حامد، وانا بعرف انه ظلمت كثير ولازم احكي. في عندي شيء بدي اقوله. شو بتعرفي؟ يلي بدي اقول لك اياه. شو هو؟ قولي. ما ضل في شغل تشتغله وتجيب منه مصاري الا اذيه الناس. اخطأنا ومنك السماح يا زعيم. ما رح سامحك لحتى تحكي كل شيء عندك. شو بدي احكي؟ احكي يا زعيم. ليك اذا بتكذب بجيب الكراكون بيرفعوك فلقه بخلوك تبيع كل شيء. خلص رح بحكي كل شيء. احكي. انا زعيم عم بشتغل بالسحر وكتب حسابات. مين طلب منك الكتبوه؟ رانيا مرته لابو حامد الجديده. يا ويلك من الله، شو كذاب ومفتري. انا مالي كذاب. لك انت اكبر كذاب. لا تصدق هون ابن عمي، هذا الدجال متفق مع ضرتي مشان يلز وهي العمله الوسخه فيني. هذا الحكي مو مزبوط، انت جيتي لعندي مشان اكتب لك سحر تخلي ابو حامد يطلق مرته ويزتها برات البيت هي والولاد. بعدين يا ابو حامد هي طلبت مني سحر انه تحرم عليك ام حامد. خلاص يا واطي. انا عم بحكي الحقيقه يا زعيم. عندك شيء يثبت كلامك؟ ايه عندي، السحر اللي كتبت لها اياه الثاني قلت لها تحطه بمشايه ابو حامد. شوفوا ابو حامد. قولي على عمتي، قولي على عمتي. الله لا يوفقك يا ابن الحرام. بدل ما تدعي علي ادعي على مرتك اللي هي ورا كل المصايب اللي عم تصيبكم. انت طالق. يبعتلي ان شاء الله. وين رايح ابو طبلقه؟ وين هلا جايين الدرك؟ والله لا ينطفوا وسخك من الحاره كله. لك تفي عليك يا واطي، فوت على الغرفه، فوت لبين ما يجي الدرك. امشي يا اختي امشي. ابو عفيف عن اذنك شوي. انا غلطت بحق حرمتي اختك وبدي صلح غلطتي. انت بتضل صهري واختي بتضل حرمتك. حي اصلك والله. فوتي ذبحي لنا بطيخه يلا.